اهلا يا مساء الخير، شلونكم؟ طبعا بسولف لكم اليوم عن مشوط الشعر البروشات، وكل واحد ايش استخدامه او مثلا ايش الافضل. طبعا الاغلب منكم يعني او احنا كالجيل القديم تربينا على هالمشط، هذا المشط اللي نحس انه يفك ازمات، هذا اللي يفك التشابك، هذا اقوى مشط في العالم. والحقيقه انه اسوأ شيء في العالم، لان هذا يقطع الشعر. يعني اللي الحين تقولي ما يفكك شعري غيره، ايه هذا اللي قطع شعرك وخلى شعرك يحت طول هالسنين. هذا مو بس يعني يفكك، هذا يقطع اساسا، ما يفكك. فمن اسوأ المشوط هالدبابيس، هذه جدا مزعجة، وما اشوف انا انها يعني تفكك، بالعكس تأذي الشعر. وكل ما طبعا هذا ثاني اسوأ مشط بعد هذا، ما ينفع تشترينه عشان تقطينه، يعني ما تستخدمينه، ما أحبه ولا حتى أخلي بناتي يستخدم. من المشوط اللي أسعارها حلوة وصراحة ممتاز، هذا اللين جدا ممتاز للشعر، يعني حتى سعره ترى ما يتجاوز يمكن 10 ريال، أخذته من هجر سنتر، ممتاز. في النهاية راح يتفكك شعرك سواء بدبابيس قوية أو بدبابيس ناعمة، ما يقطع الشعر أساسا، بس تمشطين شعرك فيه ما تشوفين إن شعر فيه المشط شعر زايد. ليش؟ لأنه بنعومة يفكك الشعر. هذا يعني بالنسبة لي من أفضل المشوط اللي أنا استخدمتها، يفكك الشعر. ترى عندي تنوع في البيت، في الشعر الناعم، في الشعر السميك، في شعر خفيف، يعني وكلنا نستخدمه والحمد لله أمورنا طيبة. يعجبني إنه ما تشوفين في المشط شعر بعد ما تمشطين شعرك، إلا الشعر اللي بالمعقول، أما هذا نصه يصير شعر، ليش ما أدري. هذا البلاستيك الشفاف حيل ممتاز، خفيف على الشعر، ما يقطع، يفكك بنعومة، يعني يفكك الشعر بس بنعومة مو بدفاشة. المشوط بعد اللي توني شاريته وحسيت انه ممتاز، هذا المشط اخذته من الرياض من محل اسمه عيادة اوتلت، يمكن عيادة الصيدلية اوتلت. المهم انه ممتاز، ممتاز بعد. شوف شلون بلاستيك ويفكك الشعر وما يقطع الشعر، شوف شلون مرن. يعني أنا حيل أحب أستخدم الأشياء العملية اللي سعرها معقول في نفس الوقت يعني ما تقطع الشعر، لأني صراحة عارفين أنتوا شلون شعورنا قاعدة تتساقط بشكل مخيف، وحتى طريقتنا في تسفيف الشعر خطأ. فنبتدي أول شيء بالمشط بعدين نشوف النتيجة. ما هذا المشط، لا هذا حق تسريح، فكك الشعر، خفيف حق الأطفال، يعني مو قاسي، بس مو حق يعني حق تسريح، مو حق تمشيط. تقدرين تسوين السليك، يضبط لك السليك. بعد بصور لكم منتج قاعدة استخدمه لي فترة من الأشياء اللي تجنن للسليك. إذا كنتوا تحبون الشعر السليك وتبون نتيجة حيل حلوة، الشعر يكون مرتب وفي لمعة الواكس أو الجل بس ما يكون لثد أو يكون دسم بزيادة أو لازق في جلدة الرأس، عندكم هالنوعين لا تتعدونهم، جي جون وهذا النوع اللي هو فورماستاي أتوقع اسمه. المهم ممتازين لأبعد الحدود، جي جون نمبر وان وهذا الثاني، خيال 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 على ضمانتي، يعني نتيجة رائعة. بعد ما يخف لمعة الواكس، طبعا بعد ما ترشين ماي على شعرك إذا كان ناشف وتحطينه وترتبينه، يظلك كم ساعة حليو، بعدين يبتدي حتى إذا راحت هاللمعة مالت الواكس يصير الشعر مرتب وكأنه مستشور فظيع، جايجون ما في بعده. هذا حليو يعني استخدمته فترة، ممتاز، بس نمبر ون جايجون. من الخطوات المهمة للسليك هذا المشط، واحد عشان تمسكين فيه الشعر وتشدين، والثاني عشان ترتبين الشعر الزايد. هذا بعد يجنن هالمشط الصغير، تلقونه في محلات الصالونات، عندكم هذا، كلهم نفس النتيجة يعني في النهاية. أنا أحب أسوي شعري سليك فأستخدم هذا، يعني طايحة فيه طايحة وما شفته فترة في السوق، قعدت انتظر مدة طويلة لين نزل، خذت لي علبتين للأسف، المفروض أخذ لي 4-5، هذا يعني ما أرجع أشتري. حليو يستخدمونه بناتي، حليو والله، بس حق شعري حبيت هذا أكثر.
نصيحة للأمهات المستجدات أو اللي عندها بنوتات الله يحفظهم، انتبهي لا تسرحين شعر بنتك وتشدين عليه، حاولي أنك تستخدمين كريم ترطيب وتمشطينه بمشط خفيف، بعدين تحاولين تبطينه بهالمشط، لا تشدين شعر بنتك، لا تشدينه بزيادة، سرحي، حطي كريم عشان يرطبه إذا كان جاف، إذا كان لا والله تحسين أنه هو خفيف ومطاير لا تحطين دهن، حطي كريم معقول بس شوية ترطيب. يعني بعضهم يحطون كريم حيل قوي ما يخلي حتى الشعر يتغذى أو يضرب الهواء أو حتى يمشي في الشامبو. حاولوا أنكم ما تعودونهم على أنكم تمشطونهم بقوة، يعني تصيرون قاسين، يعني مهما كان الواحد على عجلة ساعات يصير قاسي، بس يعني هم المشط له دور، حاولي انك تدورين مشط جيد عشان حتى يفكك لك الشعر باسهل طريقه. طيب قاعده اصور اسنان فجاه سمعت صوت، قاعده اقول يمكن طايح شيء، شلون يعني؟ طبعا صوت خفيف مو صوت انفجار، لا صوت خفيف. شلون يعني هالبطاريه انفقعت فجاه انفتحت؟ يعني ما على الطاوله محطوطه بس حسيت صوت كنت قاعده يعني حاطه الجوال يشحن فيها ما فيها شيء. يعني الحمد لله اني ما حطيته في الشاحن، شو السالفه؟